اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج هنا العاصمه. هكون مع حضراتكم هنا في استوديو هنا العاصمه، وهنقرا المشهد في الولايات المتحده الامريكيه، تحديدا من واشنطن، حيث زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحده الامريكيه. زياره هامه، زياره فيها عدد من الملفات والقضايا البارزه اللي موجوده على مائده المفاوضات والمباحثات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هي أيضا الزيارة الأولى لرئيس مصري من 2004 في الإطار الثنائي. أي زيارات كانت للرؤساء للولايات المتحدة الأمريكية بعد 2004 كانت في إطار وفود رسمية، حضور اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما في الإطار الثنائي ولتقارب وجهات النظر وطرح أيضا قضايا خاصة بالبلدين وتعزيز عدد من الإجراءات والخطوات الهامة في مجالات عدة، المجال الاقتصادي، المجال السياسي. فهي هذه الزيارة اللي هنتابعها مع حضراتكم في هنا العاصمة. هكون مع حضراتكم في الاستوديو، ولميس الحديدي هتكون مع حضراتكم أيضا النهاردة والحلقات القادمة إن شاء الله. بتتابع هذه الزيارة عن قرب وبترصدها لحضراتكم بالتفاصيل وبالكواليس أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أنه في عدد من اللقاءات قبل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دونالد ترامب، في لقاء منتظر ويحمل الكثير من الملفات. في أيضا لقاءات كانت النهاردة استهل بها السيد الرئيس اليوم الأول لزيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نروح على الفور إلى واشنطن ولميس الحديدي ورصد لأهم الأحداث وأهم التطورات منذ وصول السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لميس، الصوت والصورة معاك، تفضلي. اهلا بك يا ريهام، وبشكرك شكرا جزيلا يعني انك انت يعني الحقيقه موجوده معانا في هنا العاصمه. احنا سعداء انك موجوده معانا، وبحييكم اعزائي المشاهدين من واشنطن من العاصمه الامريكيه. والجو بقى حلو، الشمس طلعت، احنا الحلقة امبارح عملناها لكم تحت المطر والدنيا كانت برد جدا، النهاردة الشمس طلعت والجو جميل. انا فين دلوقتي؟ انا امام مقر اقامة السيد الرئيس في جورج تاون، في منطقة جورج تاون، واحدة من ارقى المناطق في واشنطن. زي ما انتم شايفين تحصينات امنية، ويعني فقدنا التواصل مع واشنطن. هنحاول تكون الصورة معانا مرة تانية. رجعت لنا لميس، اتفضلي يا لميس. اي واضح الخطوط بس بتقطع، لكن مرة اخرى زي ما بقول لكم احنا في جورج تاون. جورج تاون هي منطقة من أجمل المناطق في الولايات، يعني في واشنطن، منطقة يعني مستواها رفيع جدا. احنا هنا في الفور سيزن، أمام الفور سيزنز، وهو مقر إقامة السيد الرئيس. زي ما انتم شايفين في تحصينات أمنية كتيرة جدا، وقيل لي لما سألنا عدد كبير من يعني الأمريكيين الموجودين أن هذه أكثر تحصينات أمنية شافوها لزيارة رئيس، يعني منذ الموتور كيد الأولاني، منذ يعني الرئيس كان في قاعدة أندروز أو حتى طائرته في قاعدة أندروز، إلى وصوله إلى مقره أو مقر إقامته في هنا في فور سيزنز جورج تاون. الحقيقة أنه واضح أنه كان في الاستقبال كان مهم جدا. وخلفي بالضبط كان في مجموعة من هم مشوا دلوقتي، لكن كان في مجموعة من المصريين اللي كانوا بيرحبوا بالسيد الرئيس خلال حوالي النصف ساعة الماضية. خلونا نقول لكم الجدول النهاردة والجدول بكرة ونتكلم شوية عن الزيارة. ونبدأ بالجدول النهاردة. الرئيس وصل مساء أمس، ما كانش فيه لقاءات عمل بالأمس. النهاردة استهلت لقاءات العمل، النهاردة الحد، وبالتالي ده يوم عطلة في الولايات المتحدة، ولكن استهلت اللقاءات بلقاء مع رئيس البنك الدولي، ثم لقاء مع رئيس جنرال إلكتريك، ثم لقاء مع شركات أمريكية أخرى. وبعد ساعات قليلة هيكون هناك لقاء مع رموز للجالية المصرية في واشنطن. غدا طبعا هو اللقاء المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب، والحقيقة أن اللقاء ده هيكون لقاء
ثنائي ثم مأدبة غداء ثم لقاء موسع. والحقيقة أن ده دي يمكن من أطول اللقاءات اللي عقدت بين رئيسين بين مصر ورئيس الولايات المتحدة. أنت كنت بتقول يا ريهام أن هم 2004، لا الحقيقة احنا سألنا هنا وتأكدنا من الوزير سامح شكري أنه آخر لقاء ثنائي بين رئيس مصري ورئيس أمريكي كان في 2009، ده لقاء ثنائي على مستوى قمة. 2010 رئيس السابق مبارك جه ولكن ضمن اجتماعات يعني اجتماعات رباعية واجتماعات أخرى وليس لقاءات ثنائية. إذن احنا بنتكلم في 7-8 سنين تقريبا لم تطأ قدم رئيس مصري أرض واشنطن، وهذا لقاء مهم. لكن خلونا نضع اللقاء والزيارة كلها في إطارها. هذه زيارة مهمة زي ما قلت في حلقة الأمس لإعادة واستعادة التوازن بين العلاقات، بمعنى أن مصر لها طلبات والولايات المتحدة أيضا لها طلبات. مصر لديها أجندة وواشنطن أيضا لها أجندة. صحيح أن في علاقات تبدو دافئة بين الرئيسين، بدأت هذه العلاقات الدافئة من نيويورك من لقاءاتهم في سبتمبر الماضي حين كان ترامب مرشحا، ولكن أمريكا ليست فقط رئيس، أمريكا هي رئيس وهي إدارة وهي think tanks منظمات بحث وهي كونغرس، والحاجات دي بتبقى أبقى كثيرة من الرئيس. ولكن الرئيس الجديد لديه اتجاهات فيها توافق مع الاتجاهات المصرية، ملف الإرهاب يشغل الرئيسين، ملف التطرف يشغل الرئيسين. بالأمس يعني البيان اللي كان صدر من البيت الأبيض، البريفينج اللي صدر من البيت الأبيض كان مهم جدا، اتكلم عن الرئيس الشجاع وكانوا بيتكلموا عن السيسي كرئيس شجاع اتخذ إجراءات شجاعة سواء في الإصلاحات الاقتصادية سواء في الإصلاحات الدينية سواء في أيضا مواجهة الإرهاب، واعتبروا هذه شجاعة. وقال البيان اللي صدر من البيت الأبيض أو البريفينج اللي اتعمل للصحافة أنه الولايات المتحدة ستدعم مصر في كل هذه المجالات، سواء في مجال مواجهة الإرهاب، سواء في مجال الدعم الاقتصادي، أو سواء في مجال تحسين يعني كل المجالات مواجهة التطرف وغيرها. إيه اللي هيخرج من الزيارة دي؟ طبعا ده ننتظره في النهاية، ولكن خلونا نقول إن في مؤشرات جيدة، وإن كان علينا ألا نرفع سقف التوقعات إلى درجة كبيرة، بمعنى إنه مثلاً أمريكا الآن عندها خفض في الموازنة. ترامب أعلن عن مشروع لخفض 29% من موازنة الخارجية الأمريكية، ده ممكن يؤثر على المساعدات الاقتصادية الموجودة. لكن مصر مش عايزة المساعدات الاقتصادية، مصر تريد دعماً أمريكياً في المؤسسات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. مصر تريد أنه الولايات المتحدة تدعم الطرف الثالث، يعني تدعم أوروبا مثلا أنها تقدم دعم اقتصادي. وأنا هنا ما بتكلمش على دعم نقدي فلوس، أنا هنا بتكلم على استثمارات، بتكلم على دعم اقتصادي، بتكلم على حتى لو قروض ولكن ميسرة وطويلة الأجل. النهاردة اللقاء مع البنك الدولي كان لقاء مهم جدا. البنك الدولي ركز على مجموعة من الأمور، على شجاعة الإصلاح الاقتصادي المصري، على أهمية دور القطاع الخاص، وده كان كلام مهم جدا لرئيس البنك الدولي حول هذا الأمر، أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، واتكلم أيضا على أهمية حماية الطبقة الوسطى. دايما بنتكلم على الطبقة الدنيا، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على أهمية حماية الطبقة الوسطى من التأثيرات التي يمكن أن تؤثر يعني أنها تصاب بها من الإصلاح الاقتصادي. جنرال إلكتريك، رئيس جنرال إلكتريك اللي أنا التقيته شخصيا قبل كده في القاهرة والتقيته تاني على هامش زيارته زيارة الرئيس، قال لي أنه سعيد جدا بالعلاقة بين الرئيس سيسي ورئيس ترامب، وأن هم عندهم مشروعات جديدة في مصر، لكن هم طرحوا عدد من المشكلات التي يعني تتعلق باستثماراتهم في مصر، وحنتكلم ده عن ده بعد قليل في لقاءاتنا مع الوزراء المصريين، وحنتكلم أيضا عن لقاء البنك الدولي في لقاءنا مع أحد يعني أحد المديرين في البنك الدولي اللي كان ضيفنا في هذه الحلقة على هامش زيارة هامش لقائه مع السيد الرئيس. الصحافة الأمريكية
بعضها بيرحب وبعضها لا يرحب، وده شيء طبيعي. الغريب هو اللي بيرحب، لان احنا متعودين من الصحافه الامريكيه الانتقاد للموقف المصري. انا بشوف لاول مره صحافه بدات تتجه اتجاهات مختلفه شويه، يعني ابتدينا نتكلم على استقبال حافل للرئيس السيسي، ابتدينا نتكلم ايضا على فكره الرئيس الشجاع، ابتدينا نتكلم على جمل ما كناش بنسمعها على الاطلاق من الصحافه الامريكيه، لكن هناك ايضا انتقادات وجهت لترامب، ونخلي بالنا انه الصحافه في معظمها ضد ترامب، وبالتالي احيانا ستستخدم زياره الرئيس السيسي للهجوم على ترامب وانتقاده من الصحافه من قبل الصحافه الامريكيه، الصحافه الامريكيه بتقول انه الرئيس ترامب لن يهتم بقضايا حقوق الانسان، واتكلموا على قصه ايا حجازي المواطنه الامريكيه المصريه اللي هي محتجزه في مصر، او اللي هي يعني هذه القصه اللي هم بيتكلموا عليها. كل ده لوضع البيت الابيض في مجال الديفنس او مجال الدفاع، انه لا احنا نتحدث عن قضايا حقوق الانسان ولن نغفل قضايا حقوق الانسان. انا سالت الوزير سامح شكري عن هذا الملف وكانت له اجابه مهمه، ان احنا في مصر مهتمين بقضايا حقوق الانسان، ليس لان الاداره الامريكيه بتسالنا عنها او لا، ولكن لان دي قضيتنا، قضيه من قضايانا الاساسيه، احنا مهتمين بهذه القضيه. الحقيقة أنه أيضا من الملفات الموجودة، هل ستعلن الإدارة الأمريكية مثلا جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وده كان وضع وده كان طرح موجود من تاد كروز العضو الكونغرس الأمريكي، هل هذا سيحدث؟ هل حنشهد تغيير في طريقة أو في وسائل السداد للمعونة العسكرية؟ هل سنشهد توسيع للمعونة العسكرية؟ مصر تريد معونة عسكرية متجهة لمجالات معينة، هل في هذه المفاوضات سيتم طرح هذا الأمر؟ أيضا سألت الوزير سامح شكري عن ذلك وكانت لديه إجابة، مصر تريد طرح إعادة التمويل النقدي، التمويل النقدي في المعونة العسكرية، وده شيء كان وقفه أو وقفته إدارة أوباما، هل أمريكا هتوافق على ده؟ في مجموعة كثيرة من الأسئلة مطروحة في هذا الأمر. ليبيا ستكون مطروحة على المائدة، سوريا ستكون مطروحة على المائدة، فلسطين ستكون مطروحة على المائدة، خاصة وأن الرئيس السيسي بعد أيام قليلة جدا من زيارته و سيأتي إلى هنا إلى واشنطن العاهل الأردني الملك عبد الله، وبعده الرئيس أبو مازن، إذن القضية الفلسطينية على المنطقة. كل دي ملفات مهمة جدا على مائدة الحوار غدا في 12 ظهرا بتوقيت واشنطن في البيت الأبيض. اللقاء ده هيقعد من 12 ل 2:30 تقريبا. في حشود مصرية مؤيدة هتكون موجودة، وسمعنا أيضا عن جماعة الإخوان أنها أيضا خدت تصريح أنها تكون موجودة أمام البيت الأبيض وأمام الكونغرس. ده برضو مشهد هنشوفه بكرة، لكن ده مشهد لا يجب أن يقلقنا على الإطلاق. مصر ثابتة راسخة، رئيس سيسي في البيت الأبيض بيضع على المائدة تصورات مصر، من ليس فقط في العلاقات الثنائية ولكن أيضا في الإقليم، والإقليم مهم جدا، مصر هنا تمثل الإقليم وتحمل قضايا الإقليم، خاصة بعد لقاء القمة العربية في البحر الميت. عندنا أيضا بعد كده لقاءات مع الشركات الأجنبية، والنهاردة جنرال إلكتريك اتكلمت على مشاكلها، وحنسمع أيضا من شركات أجنبية أخرى غدا بعد لقاء البيت الأبيض، حنسمع أيضا من هذه الشركات عن معوقات الاستثمار في مصر. معانا أربع وزراء في هذه الرحلة، معانا أستاذ وزير الخارجية، معانا ثلاثة من المجموعة الاقتصادية، الدكتورة سحر ناصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وقطاع الأعمال، معانا وزير المالية السيد عمرو الجارحي، ومعانا السيد وزير التجارة والصناعة السيد طارق أبيل. ليه ثلاثة من المجموعة الاقتصادية؟ لأنه الشق الاقتصادي مهم جدا في هذه الزيارة، هذه الزيارة ليست فقط للشق السياسي ولكن مهم جدا فيها الشق الاقتصادي. من المتوقع
الطاقة أيضا أن يعقد الرئيس لقاء تلفزيونيا مع قناة فوكس، وده مرتقب. من المتوقع زي ما قلت لكم أنه هيلتقي بقيادات الجالية المصرية مساء اليوم، غدا في غداء على أو يعني عشاء تقيم غرفة التجارة الأمريكية. الزيارة هتقعد لحد يوم 6 لأن في اجتماعات كثيرة، ويتوقع يوم الثلاثاء جلسة للجنة العلاقات الخارجية وفي الكونغرس. والحقيقة يعني سيذهب الرئيس إلى الكونغرس يوم الثلاثاء المقبل لحضور هذه الجلسة وللحديث مع عدد من أعضاء الكونغرس. إذن هذه زيارة اتكلمتي عن الزيارة الحقيقة من كل الجوانب ومن كل الزوايا، واستقبال كمان الصحف لهذه الزيارة بعناوينها الرئيسية، باللقاءات اللي حصلت في أول أيام الزيارة بالنسبة للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البنك الدولي، مع المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، أخبار الجالية المصرية، استقبال لحضور السيد الرئيس مع وفد إعلامي مع كل المشاركين في هذه الزيارة، الأجواء والأصداء في الشارع الأمريكي في واشنطن إيه؟ بصي، الجالية المصرية طبعا مرحبة جدا بزيارة الرئيس. زي ما قلت لك منذ قليل كان في هنا عشرات أمام فندق الرئيس، فندق الفور سيزونز، كان في عشرات يعني بيحيوا السيد الرئيس وبيحملوا الأعلام المصرية. بنتوقع غدا أيضا وقفة أمام البيت الأبيض هتكون موجودة في لقاء مع الجالية المصرية أو رموز الجالية المصرية النهاردة. لكن خليني أقول لك الزيارة دي مختلفة شوية عن زيارة نيويورك، بمعنى والوقت كمان بيختلف. أنا بشعر أنه لم يعد هناك أهمية لفكرة الحشود وفكرة الاحتفالات وما إلى ذلك. مصر في السنوات الماضية يمكن كان محتاجة أنها تؤكد أمور معينة، هذه الأمور أصبحت راسخة وثابتة. إحنا دلوقتي بنتكلم على إصلاح اقتصادي، إحنا دلوقتي بنتكلم على ثورة في الخطاب الديني، إحنا دلوقتي بنتكلم على خطوات للأمام. لم يعد لدينا وقت ولا طاقة للتفكير في الخلف. فبالتالي برغم ان انا متوقعه طبعا في هنا عدد من النواب، في بعثه ما يسمى بالدبلوماسيه الشعبيه، في ناس كتيره موجوده، لكن الاهم الحقيقه ريهام، مع احترامي وتقديري لكل الناس اللي موجوده في الشارع بتحيي السيد الرئيس وكلهم سعداء بوجوده، لكن الاهم هو ما ستخرج منه هذه الزياره من تقريب لوجهات النظر. الاهم هو انه هذه الزياره تعيد النصاب بين دولتين كان فيهم بينهم مشكلة كبيرة جدا. احنا بقالنا سنين في مشكلة ضخمة بين واشنطن والقاهرة، الآن نريد أن نعيد النصاب لهذه العلاقة لتعود لشيء من التوازن بين البلدين. وطبعا في مشكلة أخرى هي أن ترامب يتعرض لضغوط كثيرة داخلية هنا في أمريكا، يتعرض لضغوط داخلية من الميديا، من الكونغرس، من الثينك تانكس، فليس من السهل أيضا أن يقدم دعما مصر، بينما هو يعني عايز اقول ايه، هو مستغرق بشكل كبير جدا في شؤونه الداخليه وفي مشكلاته الداخليه. ورغم ذلك فهو مهتم جدا بهذه الزياره، والبيان اللي صدر من البيت الابيض الحقيقه كان بيان، يعني انا غطيت تقريبا كل الزيارات السابقه وغطيت زياره الرئيس، عده زيارات للرئيس مبارك، انا لم اقرا بيانا من البيت الأبيض يرحب برئيس مصري كهذا البيان اللي أنا قريته. أنا وقفت قدامه حتى قريته عدة مرات لأتأكد أنها نفس نهر الكلمات، أنه الكلام عن الشجاعة، الكلام عن الإقدام، الكلام على أنه أننا سندعم مصر ونحن نقف جنب مصر لأن مصر صديق. فكرة الحليف لم تعد مجرد حليف ولكن صديق، استخدم كلمة صديق. ده المهم، ده المهم واللي لازم تخرج بيه مصر، استعادة العلاقة، لأن ده مهم جدا. مصر دولة تحتاجها أمريكا في المنطقة، مش إحنا بس اللي محتاجين الدولة العظمى. الحقيقة أن أمريكا أيضا وإدارة ترامب أيضا تحتاج إلى مصر حليف وشريك في منطقة ملتبسة، محتاجها في ليبيا، محتاجها في سوريا، محتاجها في القضية الفلسطينية. لكن أمام هذا الاحتياج مصر أيضا تريد دعما في مجالات مختلفة لتعود إلى ريادتها للمنطقة.
شكرا لميس الحديدي، كنت معانا في يعني جولة سريعة في أول أيام زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ريهام معلش أنا بعتذر، هقاطعك قليلا. اتفضلي. هقاطعك قليلا، احنا بعد قليل سنذيع عليكم، أنا بعتذر لمقاطعتك، ولكن بعد قليل هنذيع عليكم عدد من الحوارات التي أجريناها مع السيد وزير الخارجية، السيدة وزيرة الاستثمار، السيد وزير المالية، السيد وزير التجارة، وأيضا مسؤول البنك الدولي الذي التقى بالسيد الرئيس. فيعني بعد قليل كل هذه المواد ستكون معكم لتغطية فعاليات اللقاء اليوم الأول لزيارة السيد الرئيس السيسي لواشنطن. بشكرك يا ريهام. شكرا جزيلا، والحوارات طبعا هتكون معانا، هنشوف الآراء الخاصة بأهم القضايا المطروحة من عيون الوزراء والمشاركين أيضا في هذه الزيارة. بأكد أنه يعني كانت هناك لقاءات هامة في الشأن الاقتصادي زي ما قالت لميس في جولتها السريعة على الهواء مباشرة من واشنطن لأول أيام الزيارة. رئيس البنك الدولي، المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وده بيعني طبعا أنه الشأن الاقتصادي في الأولوية وفي المقدمة في أجندة مثقلة بالكثير من القضايا والملفات. أكدت كمان في كلامها أنه يعني منذ الحديث عن هذه الزيارة والمراقبين للمشهد السياسي وللقاءات الرؤساء مع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، الرؤساء المصريين، كان في دائما حديث عن الإطار الثنائي اللي بيجمع رؤساء البلدين، وتعددت السنوات واختلفت في آراء السفراء والمحللين السياسيين ما بين 2004 وما بين 2009 و2010. أكدت دلوقتي أنه بناء على تصريح من سامح شكري وزير الخارجية أنه 2009 كان آخر الزيارات اللي فيها لقاء ثنائي ما بين الرئيس المصري وما بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هي أول زيارة منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. الأجواء والأصداء زي ما أيضا أشارت أنه يعني مختلفة عما سبق من زيارات، والحقيقة أنه دي يعني من النقاط الهامة، أنه الزيارة هنا يعني لها أهداف كبيرة ولها أيضا بعض الأمور الخاصة بالمنطقة بالكامل اللي بتعنيها في المقام الأول، واللي بينتظر انعكاساتها وردود أفعالها الجالية المصرية والمصريين والعالم أيضا العربي لما تشهده المنطقة من أزمات مختلفة ومتعددة مطروحة طبعا على مائدة المفاوضات ما بين الرئيسين. خلينا نقرأ هذه الزيارة مع حضراتكم ومع ضيوفنا أيضا النهاردة، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، هنتابع معاها أهم القضايا المطروحة في هذه الزيارة، هنشوف كمان أهم العناوين الصادرة للصحف العالمية اللي ترقبت من خلالها زيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وهنشوف كمان الأصداء هذه الزيارة في العالم كافة وليس فقط في الشارع الأمريكي، وما هو أيضا منتظر من هذه الزيارة من تقريب لوجهات النظر ما بين البلدين في بعض الأمور التي طرحت مؤخرا، منها منع سفر وحظر سفر بعض رعايا دول بعينها، طبعا قرار أثار حفيظة الشرع الأمريكي أولا قبل أي دولة أخرى، وتدخل فيه أيضا القضاء الأمريكي. هنشوف كمان كيفية التعاون لمكافحة الإرهاب، وطبعا الشأن الاقتصادي والاستثمارات ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية من أهم أولويات هذه الزيارة، إزاي ممكن يكون في دعم ودفعة قوية تقدم بعد هذه الزيارة عجلة
الاقتصاد وكيفية تنميتها مرة أخرى في مصر من خلال تنسيق مشترك ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نبدأ حوارنا مع الدكتورة نهى بعد فاصل قصير ونستكمل أهم التطورات والمستجدات في مصر وفي العالم، ونقترب أكثر من وقت لآخر من زيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة طبعا لعدة حوارات أجرتها لميس الحديدي في هذه الزيارة. خليكم معنا.